أسرت محاكمة عبد الغني هامل ونجلي وزوجتي لليوم الثالث على التوالي. اليوم تم سماع باقي الشهود الذي لم يتم سماعهم البارحة. بقي شاهدين اللي هما عبد الملك سلال الذي هو محبوس وسيتم استخراجه غدا إن شاء الله ويتم سماعه. أظنكم حضرتوا لأطول المحاكمة فيهم غلاي وبوضياف وزعلان الذي أبدوا شهادتهما فيما يخص هذا الملف وابن صبان اللي كان واليا سابقا. كل الأول نفوا نفيا قاطعا علاقتهم بهذه بالتهم المنسوبة إليهم أولا ثم نفوا أن يكونوا عندهم علاقة بعبد الغني الهامل أو اتصل بهم شخصيا مباشرا بصفة مباشرة فيما يخص هذا التهم المنسوبة إلى عبد الغني الهامل على أساس عمل النفوذ إلى آخره. الموعد الحاسم سيكون غدا إن شاء الله، بداية من مرافعات الدفاع على الطرف المدنية ثم النيابة العامة، أخيرا مرافعات دفاع المتهمين والذي يبدو على حسب ما أظن ستتأخر إلى ساعة متأخرة من الليل ولربما إلى غاية يوم الثلاثاء. وشكرا.